الصين تعلن اكتشاف حالة جديدة بفيروس كورونا عائدة من مصر. أي أيوة والله الخبر زي ما بقول لك كده يا أستاذ عنبر. واحدة جديدة. الصين تعلن اكتشاف حالة جديدة بفيروس كورونا عائدة من مصر. كشف إبراهيم نجم عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في الصين وجود حالة مصابة بفيروس كورونا كانت موجودة في مصر وغادرت منذ أيام متجهة إلى الصين. دي غير الست يعني. وقال نجم في منشور له على صفحته على الفيسبوك: النهاردة ظهرت وثيقة جديدة بتقول ان في حالة رجعة من مصر للصين عن طريق ترانزيت موسكو ثبتت اصابتها بفيروس كورونا، لكن مش معروف مكان الاصابة لان المصاب قضى ساعة بمطار موسكو في طريق عودته من القاهرة. طيب حضرات السادة المشاهدين، والآن مع فاصل من تصريحات الهبدة العبيطة أم بدوي المشهورة بوزيرة الصحة المصرية. نبدأ أول تصريح يقول أو تقول الهبدة العبيطة أم بدوي: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين عائدين من مدينة ووهان الصينية. الوليدي هبلة وسلطوها علينا. ماشي ماشي، خش على التاني. وزيرة الصحة تشهد احتفالية انتهاء العزل للمصريين العائدين من الصين. احتفالية؟ احتفالية؟ شغلوا فيها حسن شاكوش بقى وتجيني تلاقيني والحاجات دي، ما احتفالية بقى. الله. نشوف تصريح متلفز للهبلة العبيطة أم بدوي وهي بتتكلم على القيادة السياسية حريصة على كل مصري في الداخل والخارج. الحمد لله على سلامتكم. والقيادة السياسية مش بس بتهتم بأبنائها في الداخل ولكن حريصة على أبنائها في الخارج، وكانت تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة جميع من يرغب للعودة لبلده بمنتهى الأمان ويتم رعايته على أعلى مستوى. فأنا بقول لكم الحمد لله على سلامتكم، بلدكم يعني مهتم. أنا الست دي وهي واقفة كده علي، أنا حاسة تقول إيه؟ الحمد لله على سلامتكم وناكل لقمة مع بعض دلوقتي بقى. والنبي أنا عاملة شوية بدنجان محشي والله، وأنتوا إحنا أهل وطول عمرنا مع بعض، يعني تحس إنها هتخش في الجو ده. ثم يعني إيه قيادة سياسية؟ طب ما تقولي أنت بترحبي بيه، ما أنت قيادة سياسية. يعني ما أنت قيادة سياسية، ما تقولي إن وإحنا بنرحب بيكم والحمد لله على سلامتكم، لكن الجو ده تحس إن هو جاي يخطب بنتك وانت الحمد لله على سلامتك، وما كانش في داعي تتعب نفسك وتجيب البونبوني ده، خاصة المصنع اتحرق بتاع البونبوني اللي في اول طريق السويس، اول طريق قصدي مدينة نصر. طب والنبي نسمعها بتقولي تاني كده. هي يعني بتقترع عليهم تعمل لهم الملحمة دي ولا أنا مش سامعها؟ هي بتقترع نعمل لهم جدارية، بتقول لهم نعمل لهم جدارية وكل واحد باسمه طبيب صيدلي. يعني انت هتعملي الجدارية يعني معاكي فلوس تعملي؟ والجدارية دي تحطها فين؟ في مرسى مطروح. هي قبل الطيارين مصر الطيران اللي جابوا الناس من الصين، فهي بتقول لها الحمد لله على سلامتكم واحنا هنعمل لكم جدارية كده. انا رأيي كده نقعد مع بعض كده نعمل جمعية واللي طالع من الجمعية نعمل بيه جدارية ونحط بقى ايه كل واحد اسمك كده، تلاقي اسمك كده بالانجليزي وبالعربي. والله الولاد دي عبيطة. وبعدين بتقول لهم القيادة السياسية، برضو هي ماشية بالقيادة السياسية، يعني هي ماشية بقدرة ربنا والقيادة السياسية. فالحقيقة نشوف التصريح الثالث وبتكلم الناس وهي بتقول لهم أنا عارفة قيمتكم بتوع الحجر الصحي. نسمع كده. وتتخدع على كده من روان يوم في حاجه متقصاهم احنا تحت امرك في اي حاجه. احنا صغنيين 25 سنه عايزين ما هو لسه بدري عليهم فنان. انت كده تخسري حضرتك اتجوزي بتاعي. شرفتيني.
تحت امرك يا دكتوره هلا في اي حاجه انا تحت امر حضرتك. انا الدكتور اللي انا اتواجد في الزمان والمكان ده ربنا يوفقك دكتوره هلا توفيق فندم واحنا معاك ربنا يوفقك جدا بصراحه حاجه طبيه محترمه حاجه محترمه دكتور محمد سوا لازم يتقدر. بصوا انتوا بس انتوا اللي مش عارفين قيمه نفسكم. مين بقى اللي عارف